مساء الخير. أعتقد أنه هذا هو السؤال الكبير حاليا، لأنني لا أعتقد أن الأسواق تحتسب حاليا أي آفاق لرفع معدلات الفائدة في أمريكا قبل نهاية 2015، وهذا الأمر قد يكون خطأ نوعا ما، وبالتأكيد انعكس في سوق السندات يوم الخميس بعد بيانات الوظائف التي كانت جيدة جدا، ولا أحد يمكن أن يقول بأن الأرقام غير جيدة، ولكن يجب أن نضع التعافي في الاقتصاد الأمريكي في سياق أين كنا نتوقعه في بداية هذا العام وأين وصل إليه حاليا، والتوقعات الحالية بأننا قد نرى في أفضل الأحوال نموا ب 0.5% خلال الأشهر التي تنتهي في شهر حزيران يونيو، وبالتالي أسواق الأسهم ربما تحتسب تقويمات أعلى مما يجب عليها ذلك، وهناك احتمال بأن السيد بولارد وهو أعضاء لجنة الاحتياط الفيدرالي قال بأن طالما أن البيانات تتحسن فلا أحد يستطيع أن يزعم أنها لم تتطور، فطالما أنها تتحسن فإنه شخصيا سيصوت على رفع معدلات الفائدة في الربع الأول من 2015، وبالتالي أسواق الأسهم لا تعكس ذلك حاليا، ببساطة لأن جانب يالين قد تجشمت عناء كبيرا لتحافظ على توقعات برفع معدلات الفائدة، بيانات تظل منخفضة، ولكن إذا تواصل تحسن البيانات وليس هناك أي إشارة إلى أنها لن تتحسن، فربما سيتعين على الأسواق أن تعدل توقعاتها فيما يخص رفع معدلات الفائدة مستقبلا عاجلا وليس آجلا مقارنة مع التوقعات، ربما في أواسط 2015 وليس في آخره. طبعا سوق السندات شهدت عمليات بيعية يوم الخميس ووصلت إلى 0.51%، وبالتالي سوق السندات بدأت تحتسب ذلك، لكن لا أعتقد أن سوق الأسهم تفعل الشيء ذاته. مايكل، يعني ربما نوافق على هذه المسألة بأن ما رفع الأسواق الأمريكية في الآونة الأخيرة هي كانت عامل البيانات الاقتصادية الإيجابية، بالإضافة إلى الأموال الرخيصة التي أمدها الفيدرالي والسياسة النقدية المتساهلة، وهذا ما أدى أيضا إلى وصول التقييمات إلى المستويات الحالية. ولكن هل بإمكان الأسهم أن تبقى عند هذه التقييمات؟ وما الذي نحتاجه من نتائج، وخصوصا بأن القوى ستبدأ في إعلان النتائج خلال هذا الأسبوع، يعني هو يسمى الأسبوع الغير رسمي لإفصاح النتائج، ما الذي نحتاجه؟ هل نحتاج شركات نتائج قوية جدا حتى نستمر في هذا الرالي من الارتفاعات؟ نعم أعتقد ذلك، فلا أحد من وجهة نظري موهوم بأن الاحتياط الفيدرالي سيواصل التقليص. أعتقد أن البيانات الأمريكية تظل قوية، وبالتالي هم سيواصلون التقليص، ولكن هناك عنصر آخر حسين، وهو ما قالته كريستين لاغارد خلال عطلة نهاية الأسبوع، رئيسة صندوق النقد الدولي، قالت بأن المصارف المركزية وصلت إلى حدود ما يمكن أن تفعله للمحافظة على سياسة نقدية متساهلة، وهذا هو السؤال الرئيسي، هل يمكن للأرباح أن تتواصل عند المستويات الحالية؟ هناك مخاوف من أننا قد نضطر إلى تعديل توقعاتنا فيما يخص بقية أنحاء العام، بشرط أن يكون التعديل هبوطيا طبعا، وإلا فإنني أعتقد أن الأسواق سوف تحاول باختبار مستوى 2000 في S&P 500، ولكن سأفاجأ فعلا إذا ارتفعنا فوق ذلك الرقم. مايكل، هل تثق في توقعات صندوق النقد الدولي؟ يعني لو نظرنا إلى تاريخ صندوق النقد في توقعاته لآخر ربما 10 سنوات أخطأ في معظم الأوقات، لا تعتقد ذلك؟ نعم كانوا يخطئون، وهذه وجهة نظر محترمة، ولكن لدينا مجموعة واسعة من التوقعات التي تطرح التوجه ذاته. طبعا هذا الأمر يحتاج إلى شيء من مراجعة توقعات النمو، ويبقى الرقم الأساسي بالنسبة لي طالما أن هناك المعدلات الحالية من النمو في الاقتصاد العالمي، فمن غير الواقعي أن نتوقع معدلات النمو التي رأيناها في الجزء الأول من هذا القرن بأن تتواصل في السنوات الأربع والخمس المقبلة، لأنه إذا نظرنا إلى المستهلكين الأمريكيين والمستهلكين البريطانيين
هناك احتمال أقل بأن يكون لدينا التعافي الذي يقوده المستهلك والذي شهدناه في فترات التعافي السابقة في أمريكا والمملكة المتحدة بالمقارنة مع ما يمكن أن نراه مستقبلا. نعم، سيد مايكل هيوسن كبير محلل الأسواق في CMC ماركت، شكرا جزيلا لهذه المشاركة.